فرضا يعني لو كان يقول لك الان الان في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش تعليق يعني واش تطلبي منه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تحبي تقولي له أحكي له شغل شو صلى شو شام دين مسلمين ما سوالف لي دين مسلمين ما سؤال يا حمدي أمرني لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود السلام. ايش كان سوى كان الدمين يا... لو كان موجود مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة الناس كلها تحب بعضيها اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي لو رسولك موجود موجود اروح اصلي انا بصليش انا ما بصليش اكذب عليك ولا بصلي ولا بصليش طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك أمامي؟ أيوه إيش تقول له في دقيقة؟ يعني أجري تحت رجليه وأبص تتوقع تقولي له لو قدر لك إنه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ أوف سؤال صعب لو أتمنى مش عارف النبي يعني الواحد يتمناه في حلمه بس لو الواقع لو علي أنا يأخذ بيشته ويشيلني من الدنيا هذه لو علي لو على حساب أبوس رجله وأبوس إيديه وأقول له يا راجل عليه الصلاة والسلام أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام الله الله ده انت قلت حاجة جميلة أوي طيب سؤال الأخير أستاذ محمد لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ نفسي يعني لا صورة صعبة انت حطيت موقف صعب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا صدقني يعني مهما حاولت ادور على الفاظ مهما حاولت ادور على كلمات مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جواي مش عارف